السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ودون أن نذكر بأرقامنا الهاتفية يبدو أن الخطوط ممتلئة. نبدأها بسرعة من إقليم سطات مع السي عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور بخير، حياك الله مولاي. كل شيء مزيان ولله الحمد، بارك الله فيك. كبير هذا ويحسن لنا الشرف من اللي اتصلنا بك اليوم. جزاك الله الف خير اخويا. بخير، وكنشكروك دكتور ومتبعينك مزيان والباره على داكشي اللي داز واليوم. الله يطول عمرك. نشكرك بزاف والله اللي خطيك علينا. جزاك الله خير، منورنا، الله ينورك. بارك الله فيك مولاي. ياك معنا تعالينا مع الوليدات كيقراو. يا ربي يا ربي. وجعلوك الدعاء دكتور والله يسهل عليك، واليوم جمعة مباركة إن شاء الله. يا ربي. ودكتور نطلب منك التليفون الله يجيك بخير لجات على خاطرك. واخا بإذن الله تعالى. واخا سي عبد الرحيم، أنا غندوزك للستوندار أخويا. كنشكروك أخويا على المكالمة ديالك. الله يحفظك لينا والله يخطيك والله ينورك لينا. بارك الله فيك، ونطلب الله سبحانه وتعالى يحفظك الوليدات. جميع الأباء والأمهات مع الدخول المدرسي همهم الأكبر هم أولادهم وبناتهم. الدخول المدرسي هذه السنة بنكهة جديدة، وعندنا أمل بأنه إن شاء الله تعالى أن المدرسة المغربية والمنظومة التعليمية ستشهد إصلاحات وتشهد إن شاء الله تطورات غتكون في صالح التلميذ وصالح الأستاذ وصالح المنظومة التربوية ككل. عندنا أمل كبير، ولابد لكي نوفر لأبنائنا وبناتنا أجواء مريحة حتى يتلقوا تعليمهم. يكفي ما ضاعت لهم سنتين من التحصيل العلمي في زمن الكورونا، وهذه السنة بدأ الدخول المدرسي متأخر بمدة طويلة، وكل هذا أثر سلبا على التحصيل العلمي لأبناء الشعب. ونتمنى أن الجميع ينخرط وبقوة للرفع من وتيرة هذه المنظومة التعليمية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ جميع الأولاد والبنات، وأن يرزقهم فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان، ويرزقهم قوة الحافظة وقوة الذاكرة، ويرزقهم الاستقامة، ويرزقهم النجاح والفلاح، وأن يكونوا جميعا قرة عيون آبائهم وأمهاتهم. اللهم آمين يا ربي يا كريم. شكرا لك أخي عبد الرحيم مصطط. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.